الرئيس السيسي يشارك في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة. الرئيس السيسي يؤكد أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة على التزام مصر بدعم أمن العراق واستقراره. قمة بغداد 2 تؤكد وقوفها جنبا إلى جنب مع العراق دعما لاستقراره ومسيرته الديمقراطية وعملياته الدستورية. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في البحر الميت بالأردن في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وشارك سيادته إلى جانب كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم. كما تطرقت القمة لتكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد. تأتي القمة على هامش انعقاد مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن يأتي بعد انعقاد الدورة الأولى في بغداد في أغسطس 2021 لدعم الجهود الوطنية للعراق حكومة وشعبا لحفظ استقراره وتعزيز دوره الإقليمي والعربي الفاعل. جاء ذلك خلال كلمة السيد الرئيس خلال دورة ثانية من مؤتمر بغداد والذي عقد بالبحر الميت في الأردن. إن انعقاد قمتنا اليوم يحمل معه دلالة سياسية مهمة على التزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن أو غيرها. كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق دعما لمساراته نحو الاستقرار وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها وبما يحقق مصالح شعوبنا. أشاد الرئيس السيسي بمساعي العراق لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار. وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستكون عونا للشعب العراقي وتطلعاته لكي تصبح دولة العراق إحدى قلاع العروبة. وتثمن مصر غاليا في هذا الصدد الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكافة أطيافه في مواجهة هذه التحديات وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة والقضاء على مشروعات الإرهاب الظلامية وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد وصون وحدة نسيجها الوطني. كما لا يفوتني أن أشد بمساعي الدولة العراقية على صعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانيات وقدرات وموارد البلاد. أضاف الرئيس السيسي أن مصر شاركت مع العراق والأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي لتعزيز العلاقات. وشدد الرئيس السيسي على عزم الدول الثلاث على تنفيذ المشروعات المشتركة في إطار تلك الآلية. وإيمانا من مصر بفوائد التعاون المتبادل البناء فقد شاركنا مع العراق والأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول
الثلاث كأحد أطر العمل العربي المشترك الرامية إلى تحقيق التكامل على نحو يخدم مصالح شعوبنا الشقيقة في ضوء ما يربطها من علاقات تاريخية وأخوية ووحدة مصير وأهداف مشتركة. وأجدد التأكيد في هذا الخصوص على اعتزامنا المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة الجالي دراستها حالياً في إطار الآلية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المأمولة لشعوبنا ويتيح المجال لهم للاستفادة المتبادلة من قدرات بعضها. كان الرئيس السيسي قد وصل إلى مركز الملك حسين للمؤتمرات، وكان في مقدمة مستقبلي العهد الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله. هذا وقد حرص الرؤساء والمشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة على التقاط صورة تذكارية قبيل انعقاد القمة. أكد البيان الختامي لمؤتمر بغداد 2 الذي أقيم في الأردن على أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق. كما أكد البيان على تطلع الدول المشاركة في مؤتمر بغداد 2 للتعاون مع العراق دعما لاستقراره ومسيرته الديمقراطية وعملياته الدستورية، بالإضافة إلى التأكيد على التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. كان هنالك اليوم إشارة وتأكيد على أهمية أيضا آلية التعاون الثلاثي التي تربط المملكة والعراق وجمهورية مصر العربية الشقيقة. هذه الآلية التي حققت إنجازات كثيرة في مجال مأسس التعاون والعمل من أجل تحقيق التكامل، وكما قلنا مرة أخرى على أساس النفع المشترك، ونتطلع إلى عقد القمة القادمة إن شاء الله في جمهورية مصر العربية العام القادم حتى نمضي في هذا المسير. وأود هنا أن أنوه بالدور الذي قام به فخامة الرئيس الفرنسي ماكرون في إطلاق مؤتمر بغداد الأول وفي التنسيق لعقد هذا المؤتمر. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا موفدنا موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد. أحمد، بعد التحية، ماذا عن مؤتمر بغداد 2 وماذا عن البيان الختامي لدعم دولة العراق؟ نعم دينا، أسدل الستار على النسخة الثانية من قمة بغداد للتعاون والشراكة. هذه النسخة التي جاء البيان الختامي لها مكون من 7 فقرات رئيسية، ربما أهم فقرة فيه بأن المتواجدون في هذه القمة اتفقوا على استمرار الدعم والتأكيد على مخرجات قمة بغداد 1 التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد من العام الماضي، تحديدا في شهر أغسطس. منه هذه القمة التي أكدت هذه المرة أيضا على دعم العراق ومساندة العراق في التحديات التي يواجهها وبالتحديد حدوده الملتهبة. أيضا أكد الحضور على ضرورة أن يكون هناك إعمار وتنمية حقيقية والتصدي للملفات التي تواجه ليس فقط العراق ولكن تواجه كل الدول بسبب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. ربما أبرز هذه التحديات ملف الصحة، أزمة الدواء، أيضا الأمن الغذائي والأمن المائي. وأيضا تحدث الحضور عن ضرورة أن يكون هناك دعم وتكامل اقتصادي فيما بين دول جوار العراق والدول الصديقة للعراق لعمل تكامل اقتصادي فيما بينهم يعني بعضهم البعض تحديدا. لكن على هامش هذه القمة، قمة بغداد للتعاون والشراكة، انعقدت منذ قليل قمة أيضا خماسية. هذه القمة شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والملك عبد الله الثاني ملك الأردن وأيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس الوزراء الكويتي ورئيس مجلس الوزراء العراق رئيس مجلس الوزراء العراقي عفوا رئيس الوزراء العراقي كان مشاركا في هذه القمة. هذه القمة جاءت للتباحث والتنسيق فيما بينهم تجاه القضايا التي يعني هناك روابط مشتركة تجمع هذه الدول بعضهم البعض فيها. إذا تحدثنا عن أهم ما جاء في كلمات القادة المشاركين في هذه القمة، قمة بغداد للتعاون والشراكة، نجد أن القاسم المشترك كان في هذه الكلمات هو التأكيد على دعم العراق، التأكيد على دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره. وكما قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردنية أن أمن العراق هو من أمن المنطقة ككل. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أكد في ختام كلمته على أن مصر ستظل دائما داعمة ومساندة للعراق وشعب العراق العريق صاحب الحضارة العريقة ولن تتخلى عنها أبدا. وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التعددية المتواجدة لدى الشعب العراقي أو لدى بغداد تحديدا هي تعددية من الممكن أن تكون قادرة على تحدي أو مواجهة التحديات التي تواجه العراق تحديدا والذهاب بالعراق لعراق أكثر ازدهارا وأكثر تنمية ورخاء لشعوبه. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في كلمته أيضا عن آلية العمل المشترك، آلية العمل الثلاثية ما بين مصر والعراق والأردن، وأكد على المضي قدما في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها لتحقيق الازدهار والتنمية والرخاء لشعوب الدول الثلاث المشاركة في هذه الآلية، آلية التعاون المشترك مصر والإمارات، مصر عفوا والأردن والعراق. هذه القمة التي بدأت في تحديدا مجلس الأعمال لها في عام 2019، وربما أهم المشروعات الموجودة فيها مشروعات اقتصادية كمشروع الربط الكهربائي ما بين مصر والعراق والأردن. أيضا الرئيس في كلمته أكد على استمرار مصر في العمل على مبادئ القانون الدولي العام التي من أهمها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي نهج مصر
منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر لا تتدخل أبدا في شؤون الدول الداخلية وتحترم دول الجوار، وإذا كانت هناك أزمات في هذه الدول فمصر دائما ما تنادي بأن يكون الحل من شعوبها وأن يكون الحوار دائما، إذا تحدثنا مثلا على العراق أن يكون الحوار دائما حوار عراقي عراقي لتلبية تطلعات شعب العراق تحديدا. هذا ما جاء في هذه القمة. أيضا على هامش هذه القمة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل لقاء ثنائي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، هذا اللقاء الذي قام على أسس التبادل والتعاون التاريخي ما بين مصر والأردن وناقش عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. أيضا كان هناك قمة أخرى أو لقاء ثلاثي آخر عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل أيضا مع ملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي، وهذا اللقاء تم فيه التطرق إلى آلية العمل الثلاثي المشتركة ما بين الدول الثلاث لتحقيق مكاسب أكبر كي ينتفع بها شعوب الدول الثلاث. هذا هو أبرز ما لدينا حتى هذه اللحظة، وليك مرة أخرى دينا. نعم أشكرك شكرا جزيلا أحمد عبد الصمد. موفدنا إلى الأردن حيث مقر انعقاد مؤتمر بغداد 2. هذا وقد التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. جاء ذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في الأردن بتنظيم عراقي فرنسي، وتشارك فيه المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة مصر لكوب 27 في مدينة شرم الشيخ وحل بعض المشاكل الخاصة المتعلقة بالأضرار والخسائر. أضاف الرئيس الفرنسي خلال افتتاح قمة بغداد للتعاون والشراكة أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل المقومات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية، قائلا إن العراق يعد أحد ضحايا غياب الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط. منذ بضعة أسابيع انتهى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية كان في مصر، وأهنئ صديقي الرئيس السيسي الذي تمكن من جمع العالم ومن حل بعض المشاكل خاصة تلك المتعلقة بالأضرار والخسائر، وهذه كانت مسألة أساسية. والمؤتمر المقبل للأطراف لمكافحة التغيرات المناخية سينعقد في الإمارات العربية المتحدة، وهذا يبين كم أن هذه المنطقة تصبح مركز ثقل دبلوماسي إضافة إلى مؤتمر اليوم. ولكن هذه المنطقة بالرغم من كل ذلك لا تزال تعاني من جمود وانقسامات، ونحن نرى ذلك أيضا في التدخلات والمشاكل الأمنية. ولا شك في أن العراق نظرا لما حصل في العقود الماضية هو من أول الضحايا في عملية زعزعة الاستقرار. هذه ذكرت كل هذه الأحداث الدبلوماسية الدولية إن كانت رياضية أو مناخية أو دبلوماسية بحتة لأبين أن هذه المنطقة لها أو تمتلك كل ما تحتاجه لكي تذهب أبعد في المشاركة في الأجندة العالمية، ولكن يتعين علينا أن نتجاوز ونتخطى انقسامات الآنية. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين أن مؤتمر بغداد يمثل فرصة للتأكيد على الدور المحوري للعراق بالنسبة للمنطقة ودوره في تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي. وأضاف العاهل الأردني أن الاجتماع يمثل فرصة للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد العام الماضي. مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انعقد العام الماضي وإعادة التأكيد على دعمنا لجهود العراق في مواصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار وتعزيز أمنه واستقراره واحترام سيادته. كما يمثل هذا المؤتمر فرصة للتأكيد على الدور المحوري للعراق بالنسبة للمنطقة ودوره في تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي.
ينعقد اجتماعنا اليوم في وقت تواجه فيه المنطقة الأزمات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى تحديات الأمن الغذائي والمائي والصحي، وضرورة تأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتعامل مع تداعيات التغير المناخي. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس أنه تابع ما أثير بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام نظام هيئة قناة السويس، والذي يضم إنشاء صندوق تابع للهيئة. أوضح جبالي أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس، وشدد جبالي على أن مجلس النواب لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور. لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس. ولقد هالني ما رأيته وسمعته أمس من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق، والذي يعد على حد وصفهم تفريطاً في قناة السويس وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر، والمقدر من جانبنا بشدة، والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع. لذا فقد وجدت لزاما علي ضرورة توضيح الأمر، فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً. أما ما تضمنه من مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها، فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه. We'll be right back.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة. وقد قام إعلامي مجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي أكدت على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحة أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك خلال اجتماع بحضور وزير التموين وعدد من المسؤولين. أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتداعيات الأزمة العالمية، خاصة على أسعار السلع، وكذا للوقوف على استعدادات الدولة للتأهب لشهر رمضان الكريم من خلال توفير احتياجات المواطنين في المنافذ بالأسعار المناسبة. وشدد رئيس الوزراء على أن اهتمام الدولة الأول يتمثل في توافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمصنعين، وهي المسؤولة عن إعلان الأسعار وعن تحديثها. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدود الدخل. وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي لمتابعة توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية في إطار هذه المبادرة، سعيا لسرعة تسليمها لمستحقيها. وأكد مدبولي ضرورة الاهتمام بمتابعة الوحدات السكنية في سكن كل المصريين بعد تسليمها من حيث توافر الخدمات وتنفيذ الصيانة. وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر، وكذا الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية. كما شهد الاجتماع استعراض التيسيرات والمحفزات للموظفين الراغبين في الحصول على الوحدة السكنية بالحي السكني بالعاصمة الإدارية. ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. أشار مدبولي إلى إلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام، وكذلك تقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى. كما وجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المصرية المعنية، وكذا الاجتماعات التنسيقية مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين وتيسير كافة شؤونهم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من المسؤولين المعنيين لمتابعة جهود الترويج والتسويق لمنطقة المالي والأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية. وفي مستهل الاجتماع أوضح مدبولي أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية على وشك الانتهاء، مؤكدا أهمية بدء خطة ترويج وتسويق هذه المنطقة المتميزة. هذا وشهد الاجتماع استعراض عدد من السياسات التحفيزية في الدول المجاورة وبحث سبل الاستفادة من هذه المنطقة. بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سبل تحفيز الاستثمار الخارجي ومتابعة طروحات الأراضي المختلفة مع عدد من الجهات المعنية. أوضح رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي بأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا متابعة طروحات الأراضي المختلفة والمدن المتوافرة بها وآليات طرحها، سواء التي يتم طرحها للمستثمرين والمواطنين بالداخل أو للمصريين بالخارج.
استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية لبنان بسام مولوي والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية للقاهرة. واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب وزير الداخلية لبنان عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية. من جانبه أعرب وزير الداخلية محمود توفيق عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة لبنان الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك، وحتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها في ظل المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة 3 دورات تدريبية لعدد من الكوادر الأمنية من الدول الإفريقية ودول الكومنولث في عدد من المجالات الشرطية، وذلك من منطلق حرص مصر على دعم أشقائها في المجال الأمني لتحقيق الاستقرار في بلدانهم. نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية 3 دورات تدريبية ل101 من الكوادر الأمنية من 29 دولة أفريقية ودول الكومنولث في مجالات تنمية مهارات القيادات الأمنية والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة وتأمين المنشآت والشخصيات الهامة، من منطلق حرص مصر على دعم أشقائها في مختلف المجالات بخاصة في المجال الأمني. المجال الشرطي مجال مهم جدا، بتفتقد ويعني الدول الأفريقية بتفتقد لهذا المجال، بتحتاج فيه تدريب كتير. مهم جدا التعاون فيه معاهم، لأنه ده أولا بيرفع من قدرات المؤسسات الشرطية في الدول الأفريقية وفي دول الكومنولث. النهارده الدورة فيه 3 دورات، دورتين لكوادر أفريقية ودورة لكوادر من دول الكومنولث. This training has enabled me to acquire more leadership skills and techniques which I will be able to use with my subordinates in order to develop them and also to reach the goal of the organization. This training is an investment and a giant effort in enhancing the capacity of police and law enforcement agencies in Africa. تلقينا فيها العديد من العلوم المفيدة، مثال التخطيط الاستراتيجي وبعض العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والتقنية، وكذلك التاريخية بزيارة بعض المعالم المصرية العريقة. ونتمنى من الله عز وجل أن تستمر مثل هذه الدورات بين الدول الشقيقة. برامج تدريبية متطورة مواكبة لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني حصل عليها المتدربون داخل المنشآت التدريبية الأمنية المصرية التي تحاكي الواقع العملي وعلى يد كوادر أمنية مصرية ذات كفاءة عالية، كانت كفيلة برفع القدرات الأمنية للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث وفقا لتأكيداتهم. نعم كورسوس ما ويتش ميسيت دانا استكلس مزنانيا إسكوستوا نا تيمو zaštita VIP ličnosti. Imali smo teorijsku i praktičnu obuku koja je bila veoma zahtjevna i zanimljiva. Iskoristio bi ovu priliku da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova Egipta. Duat them që ndërmjet këtij trajnimi ne kemi përfituar shumë as si nga ana teorike ashtu dhe nga ana praktike.
Dhe ky trajnim do na shërbej për vete, ashtu edhe për eksperiencë, për aty ku të shkojmë për të dhënë doja të falenderoja qeverinë egjiptiane për bashkëpunimin dhe për mundësinë që na krijoi për të ardhur në këtë trajnim. وقد نظمت أكاديمية الشرطة احتفالية لتخريج المتدربين أعربوا خلالها عن تقديرهم لوزارة الداخلية وما شاهدوه من قدرة أمنية فائقة كان لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم الأمنية والتي ستعود بالنفع على استقرار ودعم بلدانهم عقب العودة إليها محملين بتلك الخبرات. très important avec les instructeurs de haut niveau bien dotés d'une grande expérience. Et donc, c'est une grande satisfaction pour moi et pour tous mes camarades. Koja je bila izuzetno značajna za mene, tako i sve ostale učesnike. Poprimili smo mnogo znanja, nova iskustva. Također se zahvaljujem i na teoretskom dijelu obuke, koji je također bio izuzetno značajan za naš posao. Tout a été vraiment professionnel. Les exposants, les formateurs, les traducteurs, n'en parlons plus du matériel. Le matériel utilisé qui était vraiment matériel de pointe. J'ai beaucoup été apprécié par ému. ريادة مصرية في مجال التدريب الأمني وإمكانات كبيرة تتمتع بها في هذا المجال تحرص على استفادة الأشقاء منها لدعم الاستقرار في بلدانهم. لذا تتواصل الدورات التدريبية في هذا الإطار. منشآت تدريبية ذات تقنيات عالية ومدربون من ذوي الكفاءة الكبيرة، إمكانات تدريبية أمنية مصرية تتمتع بها مصر تضعها تحت تصرف الدول الإفريقية ودول الكومنولث. لذلك تتواصل التدريبات وتتواصل الدورات التدريبية التي تنظمها مصر للكوادر الأمنية من الدول الشقيقة لاستفادة من الخبرة الأمنية المصرية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 712 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 372 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 130 طنًا. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 209 أطنان. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 23 طنًا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 981 قضية من بينها 199 قضية خبز ناقص الوزن و 172 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال قضايا غش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 569 طنًا. نشرتنا متواصلة معكم وفيها زيلنسكي يدعو الغرب لتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة وبوتين يوجه الأجهزة الأمنية بتكثيف المراقبة في الداخل الروسي وعلى الحدود. في الملف الروسي الأوكراني طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اجتماع أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة في لاتفيا والتي تقودها بريطانيا. طالبهم بتزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة بما فيها منظومات دفاع جوية. كما دعا زيلنسكي إلى زيادة الدعم المقدم لبلاده بشكل أكبر العام القادم لمواجهة العمليات العسكرية الروسية.
المهمة الرئيسية لنا جميعا الآن، مهمتي ومهمة كل من دبلوماسيين ومسؤولين، هي ألا يبقى الدعم العالمي لأوكرانيا العام المقبل عند نفس المستوى كما هو الحال هذا العام فحسب، بل أن يزداد، خاصة في ظل المؤشرات الضرورية لتعزيز عملياتنا الدفاعية. نحن نحتاج إلى المزيد من الأسلحة والقذائف والدبابات الحديثة التي لم يتم تسليمها إلى أوكرانيا بعد، ومنها راجمات الصواريخ بعيدة المدى ودفاع جوي حديث وفعال. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة الأمن بتكثيف عمليات المراقبة في الداخل الروسي وعلى المناطق الحدودية لمنع المخاطر من الخارج ومن الخونة في الداخل على حد قوله. وخلال كلمته بمناسبة يوم الأجهزة الأمنية، قال بوتين إن ظهور تهديدات جديدة يزيد من الحاجة إلى نشاط استخباراتي أكبر، مشددا على الاهتمام بالمناطق الجديدة التي انضمت للبلاد. الوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون في غاية الصعوبة، ولكن السكان هناك من المواطنين الروس يعقدون الآمال عليكم وعلى حمايتكم. إنه واجبنا أن نقوم بكل ما يلزم لضمان أمنهم واحترام حقوقهم وحرياتهم على قدر الإمكان، وبدورنا سنواصل تعزيز القوات الجديدة بمركبات عسكرية وأسلحة وأفراد من ذوي الخبرة. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن من الضروري التركيز على منع روسيا من إمكانية إعادة تجمع قواتها وتجديد مخزون أسلحتها. وخلال كلمة ألقاها في قمة زعماء بلدان شمال أوروبا، أضاف سوناك أن من الضروري متابعة السلاسل الروسية لتوريد الأسلحة وقطع الدعم الدولي، مشيرا إلى أنه يجب أن تتلقى أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية من الدول الغربية. To be considered a modern slave. أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية جددت قصفها على المدينة بعد سيطرة القوات الروسية على عدة مناطق بالمنطقة. وأضافت السلطات أن القصف استهدف بشكل خاص الأحياء السكنية والمراكز الطبية والبنى التحتية ومضخات التدفئة الرئيسية، إضافة إلى دور العبادة. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قوتها حققت تقدما على محور دونيتسك، حيث سيطرت على قرية ياكو فليفكا الواقعة في أراضي دونيتسك. خفض البنك الدولي بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي العام المقبل على خلفية التباطؤ الناجم عن وباء كورونا وأزمة العقارات. ويتوقع البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا بنسبة 2.7% ومن ثم 4.3% في العام القادم، مشددا على أن أفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة. أكدت شركة ترانس نفط الروسية أنها استلمت طلبات من بولندا وألمانيا لضخ النفط عبر خط أنابيب دروغبا إلى هذين البلدين خلال الشهر الحالي والعام المقبل. وأضافت الشركة الروسية أن بولندا وألمانيا أرسلتا هذه الطلبات على الرغم من الحديث عن عدم الرغبة في مواصلة شراء النفط الروسي اعتبارا من الأول من يناير المقبل. كما قدمت ألمانيا طلبا لشراء النفط الروسي بالربع الأول من عام 2023. وأضافت الشركة أنها تلقت أيضا طلبات من المستهلكين البولنديين لتزويدهم ب3 ملايين طن العام المقبل و360 ألف طن لشهر ديسمبر الحالي. ذكرت بكين أن المناورات البحرية الصينية الروسية والمقرر أن تبدأ غدا الأربعاء تهدف إلى تعميق التعاون بين الجانبين. ومن المقرر أن تجرى التدريبات قبالة ساحل مقاطعة تشانغانغ جنوب شنغهاي، وستستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.
تهدف المناورات لإظهار تصميم وقدرة الجانبين على الاستجابة المشتركة لتهديدات الأمن البحري، بالإضافة إلى تعميق شراكة تنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة. وتعتزم البحرية الصينية نشر عدة سفن حربية سواء سطحية وغواصة للمشاركة في التدريبات، كما ستشارك طائرات من الجانبين. أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تحذيراً ضد اليابان بسبب سعيها من أجل ما يسمى بقدرة الضربات المضادة المنصوص عليها في وثائق سياستها الأمنية الجديدة. وتوعدت الوزارة الكورية الشمالية باتخاذ عمل حقيقي رداً على هذه السياسة اليابانية دون أن تحدد ماهية هذا العمل. وأضافت الوزارة أن اليابان تشكل تهديداً أمنياً خطيراً لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا من خلال لتبني سياسة امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات استباقية ضد دول أخرى. من جهته أعلن البيت الأبيض أن الاستراتيجية الدفاعية اليابانية الجديدة ستسهم في تعزيز وتحديث التحالف العسكري القائم بين واشنطن وطوكيو. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال. وزميلة دينا شرف، إليك دينا. شكرا لك دينا، شكرا لك هبة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش، والذي أشار إلى أن سوق العقارات المصري يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي مجال البنية التحتية العامة، سيظل محركا رئيسيا للنمو في مصر على المدى الطويل، حيث يخلق فرصا للشركات في مجال البناء والصناعات الثقيلة. وأفاد تقرير وكالة فيتش أن الوضع العام لقطاع العقارات التجارية في مصر يعتبر محفزا قويا للاستثمار في السوق بسبب تطوير المستمر وتشييد 20 مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة قائمة. كما توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مدعومة بضعف الدولار، وخطط الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالة كورونا في الصين. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 65% لتصل إلى 80 دولارا و30 سنتا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.31% ليصل إلى 76 دولارا و19 سنتا للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.1% لتصل إلى 3.2 دولارات للتر، في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8.63% لتسجل 5.34 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الأسواق الخليجية، اختتمت التعاملات على تباين وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار الطاقة. وحول المؤشر القياسي للسعودية خسائره صباح اليوم ليغلق مرتفعا 9%، كما زاد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 3%، بينما تراجع المؤشر الرئيسي في أبو ظبي بنسبة 2%. كما امتدت الخسائر لمؤشر قطر الرئيسي لينخفض بنسبة 2%. We'll be right back.
تتوقع عمان عجزا بقيمة 1.3 مليار ريال في موازنة عام 2023 أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع عمان إيرادات بقيمة 11.7 مليار ريال ونفقات بقيمة 13 مليار ريال العام المقبل. ومن جهتها توقعت وزارة المالية أن يصل الإنفاق في العام المقبل بما يزيد عن 7% على الإنفاق المعتمد للعام الحالي. كما سجل الين أعلى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار، بعدما فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق برفض تعديل سياسة التحكم في منحنى العوائد وتوسيع النطاق التجاري لعوائد السندات الحكومية لأجل 10 أعوام. وسجل الدولار في أحدث تداول هبوطا بنسبة 3.5% عند 132.25 ين، وقفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام بنسبة 46% صعودا من الحد الأقصى السابق عند 25%. وكانت مكاسب الين كبيرة إذ تعثر اليورو بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 140.7 ين، وانخفض الجنيه الإسترليني أيضا بنحو 3.4% إلى أدنى مستوياته منذ 12 أكتوبر عند 160.34 ين. ختام أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى هبة ودينا، إليكما. شكرا لك دينا. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في البحر الميت بالأردن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول عددا من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك تبادل وجهة النظر والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث بشأن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مع التأكيد في هذا السياق على حرص البلدين على التعاون والتنسيق لمساعدة الجانب العراقي على تثبيت دعائم الاستقرار والأمن الداخلي في العراق الشقيق. ومشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، وهذه هي أبرز العناوين. الرئيس السيسي يشارك في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة. الرئيس السيسي يؤكد أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة على التزام مصر بدعم أمن العراق واستقراره. قمة بغداد إسنان تؤكد وقوفها جنبا إلى جنب مع العراق دعما لاستقراره ومسيرته الديمقراطية وعملياته الدستورية. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.